بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 5 آذار سنة 2022، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل. أنا موجود في بالقرب من قرى كفر سلس ودير بلدوط في وادي اسمه وادي القان، وفيه عدة عيون، هاي العين اسمها عين التنور. شكرا لكم، إن شاء الله نلتقي بيوم ثاني في محل ثاني.